السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير دايما. معاكم محمد، هنبدأ النهاردة في محاضرة جديدة في كورس رسم الاحترافي بالرصاص، وخليكم متابعينا كل يوم علشان في مفاجآت كتير جدا جدا، يا رب بس تتابعونا وتستفادوا من فيديوهاتنا واحدة بواحدة. هنتكلم النهاردة عن محاضرة جديدة في كورس الرسم الاحترافي بالرصاص، هنتكلم عن محاضرة مهمة جدا 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 بسبب ضياع رسومات ناس كتير جدا، وسبب ان في ناس بتبطل ترسم كمان بسبب الحاجة دي. هنتكلم عن نسب البورتريه بس بطريقة مختلفة شوية، يعني نسب البورتريه لو حد متحرك يمين او شمال او فوق او تحت. احنا دلوقتي احنا اخدنا نسب للبورتريه، بس النسب اللي احنا اخدناها قبل كده ده على حد ثابت بص بالوش، بس النهارده هنبدا نرسم البورتريه ده بطريقته بنسبه وهو متحرك بص يمين او بص شمال مش بص بالوش. طيب اول حاجه هنبدا نتكلم عنها ان انا لما هاجي ابدا ارسم البورتريه ده ايه هي اول حاجه هبدا ارسمها؟ هبدا اعمل خط للعين، خط يقول لي هو البورتريه ده مايل ولا عادل، تمام كده؟ فده اول حاجه هبدا اعملها، هبدا اعمل خط العين وهعمل خط العين مايل بالظبط زي اللي قدامي. طيب الخط اللي انا عامله هنا انتوا شايفينه؟ لا، ده خط انا مش محتاج حد يشوفه، مش هاجي امسك القلم واروح اعمل كده خط اسود تقيل كده، لا ده انا باجي اعمل خط خفيف جدا عشان ما احتاجش امسحه بعد كده. طب وبعد ما اعمل الخط ده بروح عامل نقطتين على الخط، بدايه ونهايه، وهقول هنا في النقطتين دول انا هبدا ارسم الايه؟ العين. جوه النقطتين اللي انا عملتهم دول كده واحد واثنين، هنا هبدا ارسم شكل العين بتاعتي. طيب انا جبت المسافه دي منين؟ على اي اساس انا قلت ان النقطتين دول هو مسافه العين دي؟ ما جبتهاش من الصوره، لان ما ينفعش اروح قايس من الصوره واروح حاطه هنا، انا كده بشف، وغير ان انا بشف انا كده متحجم بحجم الصوره، ما ينفعش اكبرها ما ينفعش اصغرها، صح؟ فاول نقطتين عملتهم واول حجم عين رسمته عملت ايه؟ اخدت المسافه دي بمزاجي على حسب الورقه اللي انا هرسم فيها، على حسب سكيل الورقه بتاعي. يبقى اول عين برسمها بمزاجي خالص، وبعد كده ببدا اشوف الباقي وابدا اظبط نسب الباقي. هنبدا نرسم اول عين. لما هاجي ابدا ارسم اول عين وعايز الشبه يطلع معايا، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، الشبه. دلوقتي انا عايز ارسم العين بتاعه الشخص ده وعايز اجيب الشبه بتاعها بالظبط، ما باجيش اخد الجفن ده واروح اعمل خط وخلاص، لا ده انا هبدا اشوف الجفن ده فيه كام كسره. الجفن ده فيه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. انا ازاي جبت السبع كسرات دول وعرفت منين ان السبع كسرات دول؟ يعني شفتهم ازاي على الصورة؟ وخلي بالكم ان السبع كسرات دول لو جبتهم مظبوطين طول، يعني بالميل بتاعهم والطول بتاعهم بالنسبة للباقي، يبقى انا كده جبت الشبه خلاص بتاع الشخص ده. طيب لما جيت بداية الجفن، جيت مع بداية الجفن ومشيت معاه بخط مستقيم، الخط طلع بره من هنا صح؟ فبقى عندي دي اول كسره، دي رقم واحد. مشيت معاه تاني خط مستقيم طلع بره بقى اتنين، مشيت معاه تالت تلاته اربعه خمسه سته سبعه، بقى عندي سبع كسرات. لما اجي ارسم العين دي واجي ارسم الشخص ده لازم اروح جاي هنا كده واعمل نفس شكل الكسرات اللي انا شفتها. فانا هبدا اعمل ده ان انا بقى عندي واحد اتنين كان ماشي عدل شويه اتنين دي، وبعد كده تلاتة كان مايل لتحت بس حاجة بسيطة، حلو، وبعد كده أربعة خمسة ستة سبعة. طيب هو اللي أنا عملته ده، تعالوا بقى نبص كده من بعيد، اللي أنا عملته ده شبه دي؟ لا مش شبهها، يعني حتى مش قريب منها، لا مش قريب منها، ما ينفعش يبقى قريب منها، ما ينفعش يبقى شبهها خالص. ليه؟ علشان ده اوت لاين، ده خط، ما ينفعش اصلا اقارن واقول شبهها ولا مش شبهها، ده خط وبدايه الرسمه. الكارثه اللي بتحصل ان في ناس تروح رسمه الخط ده وتروح قايله ده مش شبهها، تروح مسحاها، وتعمل واحد تاني يطلع مش شبهها تروح مسحاها، وهكذا وهكذا لغايه لما يزهق ويتعب من الرسمه. اول خطوط عندي او اول اوت لاين ده مستحيل يبقى شبه الرسمه، ده بس بيديني خطوط اوليه هبدا ارسم عليها، تمام؟ طيب عايز ابدا ارسم النين بتاع العين، وعايز اظبط مساحه، عايز اظبط مساحه العين او النني مظبوط بالنسبه لمساحه العين، يعني ما اجيش مثلا اروح راسم النين ده كبير ولا اجي ارسمه صغير، انا عايز ارسمه مظبوط بالنسبه للعين. فهعمل ايه؟ هبدا ابص هو بدايه النني فين بالنسبه للكسره اللي احنا كنا عاملينها هنا، طب ونهايته فين بالنسبه للكسره؟ بدايته هنا من نص الكسره دي، تمام كده؟ نهايته هنا ما بين الكسرتين دول، دي ودي. فنرجع هنا على رسمتي وهقول ان في نص الكسر الاولانيه اللي انا عملتها هعمل نقطه واقول هنا بدايه النني، طب ونهايته كانت ما بين دي وما بين دي صح؟
في النهايه هنا هو ده نهايه النني. يبقى انا كده لما هاجي ارسم النني ده مش هرسمه صغير بالنسبه للعين ولا هرسمه كبير بالنسبه للعين، ده هيطلع مظبوط بالنسبه لايه؟ لحجم العين اللي انا رسمها. طب ولما اجي ارسم النني وعايز اجيب الشبه وعايز اجيب الايه النظره، لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ده. شايفين الخط اللي جوه اللي هنا الميل ده، ده لازم ارسم النني بالظبط بنفس الخط ده، ما اجيش اعمل له كيرف من عندي، ما اجيش ازود له خط هو مش موجود، لازم امشي بنفس الميل ده واجي امشي بنفس الميل. هنا على فكره في النني ده في كسرات، في عندي 1 2 الجزء ده نازل عدل وبعد كده بيميل، ما اجيش انا اروح اعمل له كيرف كانه داخل لجوه كمان زياده، فاهمين ده؟ طيب فارجع هنا على رسمتي، لما اجي ارسم النني، النني عندي من هنا كان نازل عامل كده، والناحيه الثانيه كان من هنا عدل وبعد كده بيبدا يميل، وده حجم النني بتاعي بالنسبه لحجم العين اللي احنا رسمناها. طب اللي انت رسمه ده يعني شبه الصوره؟ مش شبهها خالص، وما ينفعش يكون شبهها، ما ينفعش ان انا اللي انا رسمه ده يطلع شبه الصوره من دلوقتي. طيب هاجي بعد كده ارسم العين الثانيه، ركزوا بقى معايا عشان ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا عايز ارسم العين الثانيه، دلوقتي ما بين العين والعين قد ايه؟ احنا قلنا قبل كده ما بين العين والعين عين، صح؟ يعني المفروض في رسمتي ان انا اروح جاي اقيس العين اللي انا رسمتها وبعد كده اكررها في النص وبعد كده ابدا ارسم العين الثانيه، صح؟ بس الكلام ده على حد باصص بالوش، لكن اللي انا برسمه ده مش باصص بالوش، صح؟ ده باصص بالجنب. فهعمل ايه؟ هاجي على الصوره نفسها اللي انا برسم منها وهقيس الحته اللي في النص دي. هي الحته اللي في النص دي من القناه الدمعيه هنا للقناه الدمعيه الثانيه قد العين دي ولا لا؟ لا، ده انا ما لقيتهاش قد العين، ده انا لقيت الحته اللي في النص دي اصغر من العين دي، صح؟ يعني النسب اللي احنا اخدناها طلعت غلط في الصوره دي. طب اعمل ايه في رسمتي؟ بص، بدل ما انا كنت في رسمتي هنا هاجي اقيس العين كلها واخدها واحطها في النص واعمل نقطه، لا، انا هقيس مسافه اصغر من العين دي. طب ليه اصغر من العين؟ عشان انا شفت في الصوره بتاعت اللي انا برسم منها ان الحته اللي في النص اصغر من العين، فانا باخد النسبه اللي في الصوره واطبقها عندي. بصوا، مش باخد مقاس، يعني مش بقيس من الصوره واحط على الورقه، لا، انا بقيس مسافه من الصوره، قست المسافه اللي في النص من الصوره وقارنتها بالعين دي، لقيت المسافه اللي في النص اصغر من العين دي. طب اصغر بقد ايه؟ بروح اعمل علامه كده خفيفه كده اقول هنا مكانها، حلو، وبعد كده اروح راجع هنا على رسمتي واقول ان المسافه اللي في النص ما كانتش قد العين دي، كانت قد من هنا لغايه الحته دي، فاروح انا قايس المسافه دي كده واخدها احطها في النص واعمل نقطه واقول هنا هبدا ارسم ايه؟ العين الثانيه. الصوره هتوضح دلوقتي، تمام كده؟ فهنا هبدا ارسم العين الثانيه. بعد كده اجي ارسم العين، لا، ما انا لازم اعرف نهايتها، عايز اعرف هي العين دي من هنا لغايه هنا قد العين الثانيه ولا لا؟ فارجع على الصوره بتاعتي واشوف، هروح قايس العين دي لوحدها واخدها احطها على العين دي، طلعت قدها؟ لا، طلعت اصغر برضو، طلعت لغايه هنا، صح؟ يبقى انا عرفت دلوقتي ان العين كمان اللي هناك دي ما طلعتش قد العين دي، فانا لو جيت في رسمي وعملت الاثنين زي بعض يبقى انا كده رسمت رسمه غلط ومستحيل تطلع شبهها. طب هعمل ايه؟ اروح راجع على رسمتي وهقيس مسافه اصغر من العين دي واخدها احطها من بعد النقطه دي واعمل نقطه كمان ويبقى هنا نهايه العين الثانيه. طيب حلو، عملت نقطتين، خلاص هبدا ارسم الايه؟ هبدا ارسم العين الثانيه. فابدا ارسم العين الثانيه بكسرتها وابدا ابص برده هي الصوره فيها كام كسره؟ 1 2 3 4 5 6 7. العين الثانيه برده فيها 7 كسرات، ولما اجي ارسمها ابدا اشوف بدايه النني فين؟ نهايه النني فين؟ وابدا ارسم شكل النني بالظبط بالنسبه لايه؟ للعين. ثانيه واحده، هو اللي احنا رسمناه ده شبه دي ملهاش علاقه بيها اصلا، صح؟ وشكلها وحش. طب يعني نمسح طيب ونعيد؟ لا، انا ما ينفعش برضو احكم عليها دلوقتي، وما ينفعش اقول ان هي شبهها ولا مش شبهها دلوقتي، ده خطوط، ده اوت لاين، مستحيل احكم عليه. فانا نفس الكلام، بدل ما انا قست عليه نسب وخلاص وقست الميل والكلام ده، ابدا امشي عليه بالظبط. هبدا ارسم الجفن اللي فوق العين ونفس الكلام ابدا اعمله. هو الجفن بيبدا منين؟ من عند العين. طب مسافته من هنا قريبه ولا بعيده؟ طب وبيطلع وفي كام كسره؟ في 1 2 3 4. طب والعين الثانيه؟ فيها 1
اتنين، تلاتة، أربعة. حلو. برضو اللي احنا عاملينه ده شبه العين دي؟ لأ برضو لسه مش شبهها. خلاص انا ماليش دعوه بشبهها دلوقتي عشان ما ينفعش احكم عليها، انا هوريكم النهارده لغايه امتى في الرسمه ما اقدرش اقول شبهها وما اقدرش احكم عليها. طب تعالى نبدا نرسم المناخير. دلوقتي احنا اخدنا في النسب، في محاضره النسب اللي فاتت، ان المناخير دي المفروض ان انا بعمل خطين من عند القناه الدمعيه بيدينا عرض المناخير. طب انا عايز ارجع على الصوره واشوف الكلام ده صح في الصوره ولا غلط. هرجع ابص كده في الصوره، انا عايز اعرف هي المناخير دي بدايتها تحت القناه الدمعيه فعلا ولا لا. فجيت على الصوره نفسها وعملت خط كده، لقيت فعلا الناحيه دي بدايتها تحت القناه الدمعيه. خلاص ارجع على رسمتي بسرعه من تحت القناه الدمعيه عندي، واروح عامل خط واقول هنا هبدا ارسم ايه، حرف المناخير. طب والناحيه الثانيه؟ عايز اعرف من الناحيه الثانيه هو حرف المناخير من هنا نازل من عند القناه الدمعيه؟ بصوا كده، لا مش نازل من عندها خالص، ده حرف المناخير من الناحيه دي نازل من عند تلت النني او مكان اللمعه، صح؟ اروح جاي هنا على رسمتي واعمل ايه؟ من عند تلت النني او من عند مكان اللمعه وهعمل خط وهقول هنا اخر المناخير. انتوا عارفين كده انا عملت ايه؟ انا كده مستحيل ارسم مناخير دي كبيره ولا صغيره، ومستحيل ارسمها معوجه او يمين او شمال، خلاص كده هتطلع بالظبط زيها، لان انا جيت على الصوره نفسها، الصوره اللي انا برسم منها، وشفت المناخير نازله منين؟ نازله من عند القناه الدمعيه. طب ومن الناحيه الثانيه بدايتها من هنا نازله منين؟ نازله من عند تلت النني. خلاص رحت جاي مطبق عندي الكلام ده، جيت من عند القناه الدمعيه وعملت خط، من عند تلت النني وعملت خط. جوه العرض ده هبدا ارسم الايه؟ المناخير. هبدا ارسم شكل المناخير. طب استنوا، ما انا ما اعرفش طولها قد ايه، ما انا ممكن ارسمها تطلع معايا طويله تطلع معايا قصيره، صح؟ فهرجع على الصوره نفسها. انا دلوقتي عايز اعرف من هنا لهنا قد ايه؟ طب قد ايه بالنسبه لايه؟ ما ينفعش اقول هي من هنا لهنا قد ايه وخلاص، يعني ما ينفعش اقول الحته دي 3 سم، لا ماليش دعوه 3 سم ولا 4 سم ولا 5 متر حتى. انا عايز اعرف الحته دي قد ايه بالنسبه لايه؟ للعين، ما انا اول حاجه رسمتها العين، فعشان كده بقارن كل حاجه بالعين، عشان كل حاجه تطلع مظبوطه بالنسبه للعين، ما يطلعليش حاجه كبيره وحاجه صغيره والكلام ده. طيب فهرجع اقيس اهو، هاجي اقيس على الصوره من القناه الدمعيه لغاية بداية الكيرف ده، أهو بقيس من هنا لغاية هنا، الحتة دي قد إيه في العين؟ بص لو أنا قستها كده هلاقي المسافة دي أصغر من العين، دي طلعت قد من بداية العين لغاية هنا، لغاية تقريبا بداية الإيه؟ النني، صح؟ طب أعمل إيه في رسمتي؟ أرجع لرسمتي بسرعة قبل ما أنسى. أنا دلوقتي شفت على الصورة إن الحتة دي لغاية بداية النني تقريبا ده طول المناخير، صح؟ حلو، هروح جاي قايس الحتة دي أهي من عند بداية العين لغاية بداية النني، الحتة اللي أنا قستها على الصورة، وآخدها أحطها بالطول وأعمل نقطة تحت وأقول هنا هبدأ أرسم الكيرف بتاع المناخير. ما خلي بالكم أنا لو ما كنت قايس على الصورة ما قستش المناخير كلها، ده أنا قست من هنا لغاية هنا بس، فطبقت نفس المسافة هناك عندي في الرسمة، ومن تحت المسافة دي هبدأ أرسم الكيرف ده. طب معلش انا في حاجه بتلخبط فيها كتير، انا عايز اعرف الكيرف ده لوحده قد ايه؟ ما انا كل ما اجي ارسم الكيرف ده يطلع معايا صغير يطلع معايا كبير، مش بيطلع مظبوط، عايز اجيب نفس الطول ده بالظبط. هعمل ايه؟ نفس الكلام بالظبط اللي احنا عملناه، الفكره واحده بنطبقها على كله. هروح قايس الكيرف لوحده، هقيس من هنا لغايه هنا، الحته دي لوحدها هقيسها واخدها احطها على العين. فلما جيت قست المسافه دي مثلا اهي وحطيتها على العين، طلعت قد منين لفين؟ قد من بداية العين لغاية قبل اللمعة كده بحاجة بسيطة، صح؟ يعني تقريبا قبل نص النني بحاجة بسيطة. هروح جاي عندي في رسمتي بسرعة قبل ما انسى، مش انا قلت دلوقتي ان من هنا لغاية الحتة دي تقريبا دي طول الكيرف اللي هرسمه تحت، يبقى هروح قايس الحتة دي واخدها احطها فين؟ تحت واعمل نقطة. بصوا اللي بعمله على الصوره بتاعتي، اللي بعمله على الصوره بعمل عكسه في الرسمه. يعني ايه؟ يعني انا جيت على الصوره قست من هنا لغايه هنا قد ايه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للعين. طلع من هنا لغايه هنا قد من بدايه العين لغايه تقريبا نص النني، جريت على رسمتي قست من بدايه العين لغايه تقريبا نص النني، وبعدين اخدته طبقته هنا، يعني برضو كاني بقول ايه؟ كاني بقول بما ان الكيرف بتاع المناخير ده قد من بدايه العين لغايه نصها تقريبا، اذا الكيرف بتاع المناخير بتاعي اللي انا لسه هرسمه
قد من بدايه العين لغايه نص المسافه دي تقريبا، صح؟ فاروح قايس الحته دي واطبقها عندي بالطول وابدا ارسم المناخير. تمام كده، هبدا ارسم بقى شكل الكيرف بتاع المناخير بالظبط من قدامي. بس خلي بالكم من حاجه، دلوقتي انتوا حاسين ان المناخير اللي انا برسمها دي عريضه جدا بالنسبه للصوره، صح؟ يعني لو جيت لو بصيت للاثنين انتوا حاسين ان انا عمرو ده عريض قوي والمسافه دي كمان قصيره جدا، صح كده؟ لا، بدل ما انا قست النسب وتاكدت منها مره واثنين وثلاثه يبقى هو ده الصح. طب طالما انا لو انا شاكك في النسبه اقيسها تاني، لكن ما جيش همشي على اللي انا حاسه وخلاص، لان اللي انا حاسه ده غلط. طيب هبدا ارسم الكيرف بتاع المناخير، هبدا ارسم شكل الكيرف من هنا واقول برضو هو في كام كسره، وابدا ارسم الكام كسره بتوعه. هرسم الكيرف ده وبعد كده هرسم فتحه المناخير، حلو، وبعدين اقف ما كملش واروح جاي من الناحيه الثانيه وابدا ارسم الكيرف ده وبعدها ابدا ارسم فتحه المناخير. طب ليه عملت كده؟ ليه اشتغلت الناحيه دي، يعني ليه اشتغلت الناحيه دي وبعد كده سبتها وبعد كده كملت الناحيه دي؟ علشان لو انتوا بداتوا من هنا وانت حاسس ان دي عريضه هتروح مخلص رسم المناخير هنا، وساعتها مش هتمشي على النسب اللي انت عاملها، وانا لازم امشي على النسب، بدل ما اتاكدت منها لازم امشي عليها. اتفقنا؟ طب حلو، بس البورتريه اللي انت رسمه ده مش شبه الصوره خالص، صح؟ طيب ركزوا معايا بقى في اللي جاي. دلوقتي برضو الصوره مش شبه الرسمه، صح؟ برضو انا ما اقدرش احكم عليها، ده اوتلاين. اوتلاين ده انا لو شفيته مش هيطلع شبه الصوره، يبقى ما ينفعش احكم عليه خالص خالص خالص. لما ابدا اكمل الرسمه واظلل والكلام ده هيبدا يجيب الشبه، وانا هكمل لكم الرسمه دي النهارده ان شاء الله. طيب بص، احنا لغايه دلوقتي بصينا كام مره على الصوره؟ انتوا متخيلين احنا بصينا كام مره واحنا لسه بنعمل اوتلاين؟ بس الفيديو بقى له حوالي ربع ساعه واحنا شغالين بس عمالين نعمل اوتلاين ونبص كام مره عليها. فدي حاجه مهمه جدا جدا ان انا افضل ابص على الصوره كتير جدا. انا ببص على الصوره اكتر ما ببص على الرسمه بتاعتي. طيب عايز ارسم البق، عايز ابدا ارسم البق. اول حاجه هو البق بيبدا منين؟ عشان ما ارسموش معوج يمين او شمال، عايز اعرف هو تحت في ايه بالظبط، تحت نص العين ولا تحت اخر العين ولا فين. فهرجع على الصوره بتاعتي اللي انا برسم منها واروح باصص عليها. هو من هنا بدايه البق نازله منين؟ من عند العين. لقيت ان بدايه البق نازله من عند بدايه النني، صح كده؟ ارجع على رسمتي بسرعه قبل ما انسى، ومن عند بدايه النني واعمل خط عمودي لتحت واقول هنا هبدا ارسم الايه؟ البق. طب نهايه البق عشان ما اجيش ارسم البق ايه؟ بعيد بره او جوه. هرجع ابص على الصوره، هو نهايه البق لو اخدت لها خط نازله منين؟ ايه ده؟ هو اللي انا بعمله ده صح؟ هو نهايه البق فعلا مش معديه المناخير؟ هو انتوا شايفين ده صح؟ تعالوا اكبر لكم الصوره عليه. هو فعلا نهايه البق مش معديه المناخير ولا انتوا حاسين ان البق بره؟ انتوا حاسين كلكم ان البق بره، حاسين ان البق طالع بره المناخير، بس انا لما جيت قست النسبه اهو من عند ده وطلعت خط لفوق ده مش طالع بره المناخير، يبقى اللي انت حاسه ده غلط. ومعنى ان انت حاسس كده معناه ان انت كنت بترسم رسوماتك كلها اللي بالجنب البق معوج، فاهمين ده؟ او كنت بتعمل ده غلط يعني. طيب فانا عرفت دلوقتي ان اخر البق نازل من عند الحته دي في المناخير، ارجع بسرعه على رسمتي عشان ما انساش، ومن عند الحته دي في المناخير وابدا اعمل خط لتحت واقول هنا نهايه ايه؟ نهايه البق. يبقى انا خلاص لما هاجي ارسم البورتريه بتاعي ده البق بتاعي هنا، لا يمين ولا شمال ولا، ويعني خلاص ولا كبير ولا صغير. طيب حلو، عايز ارسم بقى بعد البق قد ايه؟ ما انا مش عايز ارسمه فوق ولا تحت، انا خلاص حددت مكانه بس عايز ارسمه في مكانه بالظبط. ارجع على رسمتي واشوف هو في الصوره نفسها من المناخير هنا لغايه البق الحته دي قد ايه؟ بصوا عشان انتوا دي مش هتصدقوا اللي انا هقيسه ده، يعني انا هقيس حاجه وهجيب النسبه وانتوا مش هتصدقوا ان الكلام ده صح. فهروح قايس من المناخير اهو لغايه الخط اللي في النص، انا هاخد الخط بتاع شفايف الاولانيه ده، حلو؟ الحته دي كده قد ايه بالنسبه للعين؟ ايه ده؟ هي دي قد من هنا لغايه هنا؟ هو الكلام ده صح؟ كل دي قد الحته دي بس؟ بصوا انتوا حاسين ان كل ده غلط، صح؟ حاسين ان النسبه دي غلط، بس ماليش دعوه باحساسي، انا اتاكدت منها، اتاكد منها تاني، اقيس المسافه اهي، اخد المسافه دي واحطها على العين تاني نفس النسبه. طب اقول لكم على حاجه ثانيه احسن، بص على القلم لوحده بره، هو القلم قد الحته دي؟ قد من هنا لغايه هنا؟ لا، القلم تحس ان هو اكبر.
طب مع ان انا لسه واخد المقاس اهو. طب معنى كده انا ما اصدقش عيني دي خالص، اصدق النسبه. ركزوا معايا بقى في الحته دي عشان مهمه جدا. خلاص انا عرفت دلوقتي ان البق بتاعي قد من هنا لغايه هنا في العين. ارجع على رسمتي بسرعه عشان ما انساش، وهقول ان من هنا لغايه الحته دي في العين قد طول البق، فاقيس الحته دي واخدها احطها من تحت المناخير واعمل نقطه هنا واقول هنا خط البق. نعم هو مش كده بعيد؟ طب بصوا هقول لكم على حاجه، مش انتوا حاسين ان هو كده بعيد؟ طب اخليكم ما تحسوش ان هو بعيد، اتخيلوا شكل الشفايف مرسوم هنا وشوفوا انتوا هتحسوا ان هو بعيد ولا لا. عارفين انتوا لو تخيلتوا بس شكل الشفايف مرسوم هنا مستحيل تحس ان هو بعيد، تحس ان هو مظبوط. طيب هبدا ارسم بقى شكل البوق وابدا ارسم الكيرفات بتاعته. يا نهار ازرق ايه الشكل ده؟ بصوا تحسوا ان الشكل ده وحش جدا جدا جدا، ملوش دعوه بالصوره خالص صح؟ طب خلاص تعالوا نظلل بقى يمكن يبان شويه، مش احنا قلنا هيبان بعد التظليل؟ تعالوا نظلل. طب الاول كم واحد فيكم شاكك، مش شاكك هو متاكد ده مش هيطلع شبه، انا عايزكم تكتبوا لي في الكومنتات كده كم حد فيكم متاكد انها مش هتطلع شبهها او مستحيل تطلع شبهها خالص. ماشي اللي احنا عاملينه ده ان هو يطلع شبه ده. وعلى ما تكتبوا تعالى اقول لكم على حاجه بقى مهمه جدا. دلوقتي الفكره اللي احنا عملناها في النسب ان انا بعمل ايه؟ انا بقيس حاجه بالنسبه لحاجه، يعني بقيس المناخير بالنسبه للعين، بقيس البق بالنسبه للعين، بقيس الودن بالنسبه للعين، عشان لو البورتريه متحرك يمين او شمال اجيب النسب بتاعته مظبوطه. طب في حاجه بقى مهمه، الخد. كل ما اجي ارسم حد من الجنب الخد يطلع عنده كرش في خده، صح كده؟ كل ما اجي ارسم حد يروح طالع كانه عنده كرش في خده. طب انا عايز اظبط المسافه دي، مش عايز يكون بعيد او قريب، عايز اروح ظابط المسافه دي بالظبط، اعمل ايه؟ انا اقول لكم دلوقتي من المناخير هنا لغايه الخد انا عايز اعرف الحته دي قد ايه، هروح قايس الحته دي واخدها بالنسبه لايه؟ للعين. لا هعرف الحته دي عشان ما تطلعش كبيره معايا، هروح قايس الحته دي كده واخدها احطها على العين. بص هاجي على الصوره اهي، من المناخير لغايه الخد. طب اشمعنى انا قست من المناخير؟ ليه ما قستش من فوق شويه؟ ليه ما قستش من تحت شويه؟ قست من المناخير عشان المناخير دي انا كنت قايسها من شويه، فقست من حاجه كنت قايسها قبل كده، ما جيش اقيس من اي حته وخلاص. فهرجع اقيس اهو من المناخير لغايه الخد، الحته دي قد ايه بالنسبه للعين؟ طلعت قد من بدايه العين لغايه يعني بعد نص النني بحاجه بسيطه. ارجع بسرعه على ايه؟ على الصوره بتاعتي، انتوا قلتوا. طيب بص هرجع هنا واروح قايس من ده لغايه الحته دي واخد ده واحطه من بعد المناخير واعمل نقطه واقول هنا مكان الخد، مستحيل الخد يطلع بره خلاص. طب وعايز اعرف من الخد برده للبق قد ايه عشان ما اجيش ارسم البق المسافه ما بين الخد والبق كبيره. هروح قايس الحته دي كده لوحدها واخدها احطها على العين، طلعت قد من بدايه العين لغايه اللمعه. ارجع بسرعه على رسمتي واروح قايس من هنا لغايه هنا واخد دي احطها من بعد البق واعمل نقطه واقول خلاص الخد بتاع الرسمه بتاعتي محصور في ثلاث نقط، في النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، ناقص بس ان انا اقيس الدقن ويبقى انا كده خلاص باقي ان انا اوصل. الموضوع بقى سهل جدا جدا جدا. طيب تعالوا بقى نبدا نظلل حلو علشان يبدا يبان الشكل شويه. تعالوا هنبدا نظلل، وخليكم بس الناس اللي قالوا ان احنا مش متاكدين انها مش هتطلع شبهها يركزوا معايا ماشي. تعالوا اكبر لكم الصوره على الرسمه بتاعتي بلاش على الصوره الاصليه عشان نشوف التظليل بيتظلل ازاي واحده بواحده. عندي هنا الجفن ده غامق شويه، الجفن نفسه غامق بس مش كله نفس الدرجه، فما اجيش اروح عامله خط وخلاص، لا حاجه اعمل بدرجاته بالظبط. جوه العين عندي او القناه الدمعيه عندي هنا غامقه لازم اظللها عشان دي هتديني وسع العين. طيب الجفن اللي عندي اللي فوق ده غامق، الغامق ده جاي من الدرج لتحت لفاتح وبعد كده متدرج لبره الفاتح ثواني قبل. فانا عندي هنا تظليل غامق جاي متدرج لبره كده لواحده واحده ليه؟ لا افتح. خلي بالكوا عايز اقول لكم على حاجه، انا بكروت يعني انا دلوقتي بكروت علشان الوقت بتاعنا، بس هوريكم واحنا بنكروت ازاي. تمام؟ او يعني الكروته الصح يعني مش الكروته اللي احنا بنعملها نعمل كده. هبدا اشتغل برده من غامق وابدا ادرج لفاتح عشان عندي في الصوره تدريج من غامق لفاتح، بس خلي بالكم من حاجه وانا بظلل الجزء ده هرجع ابص هنا التظليل اللي عندي اللي هنا هو طالع عدل لفوق؟ لا ده انا في عندي تدريج مايل لبره صح؟ فلازم اعمل نفس الكلام ان انا عندي من غامق لفاتح جاي من الدرج لبره. لو ما عملتش الجزء ده
لو جيت على رسمتي ووقفت تظليلي عند الحته دي وما عملتش التظليل بتاعي اللي طالع بره، انسى ان المسافه اللي في النص دي تصغر. مش انتوا حاسين ان دي كبيره؟ هتصغر بعد تظليل الجزء ده، لكن لو انا يعني رحت موقف تظليلي هنا كده خلاص المناخير باظت، مش هتظلل كمان مناخير. فهبدا اشتغل اهو من غامق لفاتح وابدا ادرج التظليل اللي طالع لفاتح بره، واعمل نفس الكلام هنا من غامق وابدا اطلع لفاتح عشان عندي التدريج جاي من هنا من غامق وطالع متدرج كده لفاتح. وعندي جزء هنا تحت العين بيكون غامق وجاي متدرج واحده واحده لايه؟ لا انا اعمل ايه؟ ممكن نوع القلم، نوع القلم اللي برسم بيه قلم الوان ودرجته 6B. هبدا انقل الناحيه الثانيه، فهبدا اظلل الجزء اللي في النص ده بخفيف جدا عشان ما افصلش ايدي من طريقه التظليل، وبعد كده ابدا هنا اغمق وابدا ادي الدرجه الغامقه بتاعتي. طب انا عندي هنا في الصوره الغامق مش عند العين بس، ده طالع بره كمان، فهبدا اطلع بالغامق بتاعي او بالتدريج لبره علشان تاني يصغر لي المسافه اللي في النص، ما احسش ان هي كبيره جدا. حلو، وابدا اشتغل عندي الجفن ده غامق جاي متدرج لفاتح، بعد كده عندي تدريج لفاتح في الجزء ده فهبدا اشتغل فيه. خليكم فاكرين ان انا قلت لكم ان احنا كده بنكروت، يعني احنا كده مش كمان ماشي بالراحه، عشان فرق بس الكروته او ازاي ان انا كروت او مش كروته. الخص يعني الخص الشكل بان انا بدل ما هظلل كل حاجه بتفاصيل لو انا ما عنديش وقت يعني للرسمه، فانا بظلل المميز منها لكن مش بظلل الايه الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير. لكن في ناس بتكروت ازاي؟ بان هي تروح عاملاها كده تعملها كلها نفس الدرجه فتبوظ طبعا، يعني هي مستحيل ايه مستحيل تتظبط. انا موريش عندي جزء غامق هنا تحت العين جاي من الدرج لفاتح. تعالى اقول لكم على كارثه بتحصل. عارفين لو حد فيكم رسم دلوقتي وطلع معاه الشكل ده، الشكل ده كده، مش هيكمل الرسمه يروح مقطعها، هيقول انا كل ما اجي اظلل العين يطلع كانها واخده بوكس في عينيها، صح؟ وهيقول ان هي ما بعرفش اظلل تظليلي وحش. طب نكمل ونشوف هو التظليل كده هيطلع وحش في الاخر ولا هيتظبط. عندي بعد كده في المناخير نص المناخير تقريبا متظلل، معنى ان نص المناخير متظلل ده معناه ان المناخير هتصغر جدا، مساحتها هتصغر قوي. وهوريكم ان في اخر الرسمه لو انا ما كنت صغرتها من الاول كانت هتبقى كارثه، كانت المناخير هتبقى صغيره جدا. لو تلاحظوا انا ببدا اشتغل في الغامق الاول، ببدا اشتغل فتحه المناخير الاول علشان دي اغمق حاجه، علشان بعدها اعرف اظبط الدرجات بتاعت الباقيه. لكن ما ينفعش اروح شغال مثلا في الجزء الفاتح ده وبعد كده انقل للغامق، لا انا عندي في الصوره الجزء ده اللي غامق فعشان كده ظللت الغامق ده الاول، وهبدا بعد كده اعمل ايه؟ اروح للفاتح. ممكن طيب وهبدا اعمل نفس الكلام هنا، عندي من غامق متدرج لفاتح فتحت المناخير. طيب لاحظوا كده الصوره عندي هنا او المناخير بدات ترفع، صح؟ بدات ترفع جدا، بس هي لسه برضو عريضه، المناخير عريضه قوي بالنسبه للمناخير دي. طب تعالى اوريكي حاجه صغيره جدا. لو انا جيت بس في المناخير ورحت رامي شويه ظل في الجزء اللي هنا ده كده، ورميت شويه ظل في الجزء اللي هنا، المناخير رفعت. تعالى ابينه لكم شويه عشان الكاميرا مفتحه قوي. بصوا كده تحس المناخير نفسها رفعت جدا، صح؟ طب ازاي رفعت؟ انا رميت بس في الجزء ده، ما هو الجزء ده اللي بيرفع لي المناخير، يبقى ملهاش دعوه بده، ملهاش دعوه بالعرض البعد بتاعها. طيب تعالوا نكمل برده ونشوف، لسه الرسمه مش شبهها خالص، لسه بعيد عنها. خلي بالكم لاحظوا لغايه امتى، بقى لنا قد ايه بنرسم اهو، بقى لنا قد ايه شغالين فيها ولسه ما بانش حاجه ولسه ما بانش الشبه، علشان ما تقعدوش 5 دقايق على الرسمه تقول لي مش شبهها باظت تروح قايم وسايب الرسمه. هبدا ارمي التظليل بتاعي بتاع البق اللي هنا، تظليل الشفايف برضو ببدا من النص الغامق اللي في الشفايف، وبعدها هبدا اروح للنص الايه الافتح. يبقى انا في كل حاجه ببدا اشتغل من غامق لفاتح، لكن ما اجيش اشتغل من جزء فاتح وبعد كده اظلل الجزء الغامق، هتلاقي الرسمه كلها اسودت منك. لو تلاحظوا اهو ما بحددش الشفايف، الكارثه في رسم البق ان انا اروح محدد الشفايف، لا طبعا ما بحددهاش خالص، ده اللي احنا قلناه في محاضره البق، هتلاقوها المحاضره اللي قبل اللي فاتت على طول.
بصوا كده الشكل بدأ يختلف خالص صح، بس هي لسه مش شبهها، بس بدأ يتغير لسه، يعني تحس ان الشكل اتغير خالص عن اللي احنا كنا عاملينه في الاول صح. طب تعالوا نعمل حاجة كمان كده ونشوف هيطلع شبهها ولا لا. تعالوا نعمل النني والحاجب، احنا ما عملناهوش لغاية دلوقتي صح. هو ينفع نستخدم ايه؟ تعالوا نبدأ نعمل ايه الحاجب والايه والنني بتاع العين. الحاجب هنا في الصورة باين فيه شعريات من الناحية دي، فبمشي معاه كأني بعمل شعريات على حسب الصورة نفسها. الناحية التانية من الحاجب مفهوش شعريات خالص، ده باين كأنه تظليل وحتة غامقة وخلاص، والحتة الغامقة اللي باينة في الصورة الناحية التانية مش باينة كأنها غامقة اسود، لا ده بدرجات اخف وافتح من الاسود. مجيش انا بقى من عندي وراح موجب وراح مخليها اسود، فطبعا ادمر الرسمة. طيب تعالوا نبدأ نعمل النني من هنا. عندنا البقرة دي بتكون غامقة قوي، احدد مكان اللمع عشان ما انساهوش بخفيف، بحدده مجيش احدده باسود. كده بصوا كده الرسمة اتغيرت خالص، اختلفت صح. طب تعالوا نعمل الناحية التانية. قلنا الحاجب الناحية دي تحس ان هو تظليل مفهوش شعريات، ما ينفعش خالص اعمل فيه شعريات زي ما عملت هنا، لازم يتعمل ايه كتظليل. وبص على الصورة هو بدايته منين، بدايته عند نص العين، بدايته مش من اولها زي الحاجب ده مثلا، فاهمين كده. ايه ده فيه؟ بصوا كده البورتريه اتغير خالص، قرب من شكل البنت صح؟ اه قرب منها، بس في حاجة غلط. ايه اللي غلط اللي فيه؟ العين دي فيها حاجة غلط صح؟ تحسوا ان العين دي واسعة فيها مشكلة. طب كان المفروض ان احنا نصغرها من الأول؟ لا طبعا، كان المفروض ان انا اعمل ايه؟ اروح جاي بص كده، اروح مغمق هنا عشان في عندي رموش في الصورة باين عندي ان الجزء ده غامق، وفي عندي النني نفسه او الكوره نفسها بتاعت العين البيضه مش بيضه قوي، دي سودة، والناحيه دي غامقه، مفيش عندي اصلا الناحيه دي كده او الحته دي، مفيش جزء فاتح في القناه الدمعيه، ده موجود في الصوره. مشيت على الصوره ما مشيتش على الطبيعي. الطبيعي ان احنا عندنا البياض ده بيكون فاتح جدا، انا ماليش دعوه بالطبيعي، انا ليا دعوه بالصوره، الصوره اللي برسمها هي المقياس بتاعي. طيب بصوا البورتريه اتغير صح، تحس ان هو اختلف خالص، ما بقاش اللي احنا كنا شايفينه الاول ده، الاول كان وحش جدا، بدا يتغير الشكل، بدا يتغير خالص. طب تيجوا نبوظه، تعالوا نبوظ الرسمه، تعالوا نبوظها. هنعمل الخد اللي هنا، مش دايما انتوا بترسموا حلو قوي اول لما تيجوا تعملوا الخد ده الرسمه بتبوظ؟ يا نهار ازرق، الرسمة باظت صح، الوش تخن جدا وبقت ولد والرسمة كلها اتدمرت. طب ده سببه ايه؟ هو احنا رسمنا ده غلط؟ لا احنا ما رسمناهوش غلط، رسمناه صح. طب ليه باظ؟ علشان احنا ما ظللناش، هو ما باظش ولا حاجة، هو كده جابها لي هي نفس البنت بس تخينة شوية. طب احنا عايزين، احنا قلنا قبل كده علشان ابين ان واحد رفيع لازم اعمل ايه؟ لازم اروح مظلل كده حتة غامقة وابين له ان العظمة دي فاتحة صح كده عشان ارفعه. طب ولما اجي اعمله ابين ان هو تخين اروح مفتح له الحته دي كلها واغمق له ده؟ طب ما انا عندي في اللي انا عامله هنا انا مفتح له كل ده ومغمق له ده، فعشان كده تخين صح. فانا لازم اعمل ايه؟ لازم ابدا اظلل علشان يبان. طب في الكارثه ان في ناس بتعمل كده وما تقدرش تكمل الرسمه، بتحبط جدا وتروح جايه في الباقي تروح مشغبه. طب خلاص عندي حل ليك حلو جدا، ما تكملش الرسم او ما تكملش الخط، ما تعملوش انت، ظلل جزء واعمل حته من الخط معاه، وظل الجزء تاني واعمل حته من الخط معاه، وظل الجزء تالت واعمل حته من الخط معاه، لغايه لما يبان معاك الشكل حته بحته، ما دام انت بتحبط بسرعه. طب تعالى اوريك حاجه تانيه بقى، تعالوا نشخبط عليه. حلو؟ تعالوا نشخبط كده على البورتريه ونشوف لو شخبطنا عليه كده هيبوظ ولا لا.
يا نهار ازرق، احنا كده بنبوظ صح؟ الرسمة بتبوظ ولا لأ؟ مش بتبوظ؟ أو هي بتبوظ ولا مش راضية تبوظ؟ حد يرد علينا يا جدعان في الكومنتات، هي بتبوظ ولا لأ؟ لا مش أرجوك أهو. انا اللي رسمها وانا اللي ببوظها. الرسمه مش بتبوظ صح؟ طب ليه مش عايزه تبوظ مع ان انا بشخبط؟ ده تظليل الخد اللي هو الصعب. ليه مش بتبوظ؟ بتظهر كمان صح؟ ليه؟ لا علشان انا مش بشخبط، انا بظلل، انا بشخبط بس في مكان التظليل الغامق. يعني انا ما جيتش شخبطت في الحته دي مثلا عشان الحته دي بيضه، انا جيت شخبطت في المكان الغامق فعشان كده بدأت تظهر. طب معنى الكلام ده ان انت حتى لو شخبطت في الرسمه مش هتبوظ، بس لو شخبطت فين؟ في مكان الغامق. انا مش معنى كلامي ان انا بقول لك غمق يعني، اقول يوسف مش معنى كده ان انا بقول لك شخبط، لا ما تشخبطش، بس انت وانت بتظلل في الخد اللي انت بتكون خايف منه جدا ده، انت بس بص على الصوره وامشي على مكان التظليل اللي في الصوره او مكان الغامق اللي في الصوره، مستحيل يبوظ، خلاص الرسمه هتتظبط. فين الناس اللي كانت بتقول مش هيطلع شبهها والكلام ده؟ انا عايز اشوف الناس دي. حلو، طيب يا رب تكونوا استفدتوا من محاضره النهارده. طيب يا رب تكونوا استفدتوا، وتصبحوا على خير. باي. شير بقى الفيديو، شير كده. ها.